يقدم لكم هذا البرنامج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أخي الصانع، صحتك أغلى ما عندك، لذا سجل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وانخرط في لامو باش تحمي راسك وعائلتك. صناعية والحريفية كلامنا معاكم، حيث في كل يوم كتعطيونا منتوجات ما كتقدرش بثمن، مخدومة بيد المعلم ولا المعلمة، ومتقونة بإبداع حريفي ولا حريفية. وحيت الحفاظ على الصنعة والحرفة ما يمكن يكون إلا بالحفاظ على صحة مواليها، أجيو نتعرفوا جميع على الخطوات الأساسية والضرورية لحمايتكم الاجتماعية. ولهذا الغرض حضر معنا السيد شكيب العبدلاوي، المدير الجهوي للصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات. مرحبا بك سيد شكيب. شكرا استاذتي المحترمة، شكرا على الاستضافة. بداية سيد شكيب، كنعرفوا بلي احنا امام مشروع كبير بإرادة وسيادة ملكية من اجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لامو للجميع، واكيد انه هذا المشروع هذا استهدف ايضا صناع والصانعات الحريفية والحريفيات بطبيعة الحال، من اجل انه نوفر لهم هذه الإمكانية الصحية وهذه التغطية الصحية اللي تشملهم وتشمل اقرب الناس لهم. انتم كالمدير الجهوي الجهة الدار البيضاء سطات واللي هي جهة كبيرة بزاف، شنو هي يأتوا لهاد الفئة هذه؟ شكرا أستاذة على الوجه. دونك بالنسبة لنا الوزارة، الحمد لله أنها أول حاجة دارتها هي أنه خرجت القانون ديال تنظيم الحرفة ديال تنظيم الحرف اللي كيضم 172 حرفة اللي نظمت، بالإضافة أن هذا القانون هذا وكبته وساعدتنا فيه الوزيرة من أجل تبسيط المصادر على الصناعة التقليدية. إذا في المسألة ديال تبسيط المصادر الآن حنا ما كنلجؤوش، كنلجؤوا للدورية اللي كتسهل عليه أولا عملية الانخراط وعملية التسجيل الوطني اللي هي كتكتفي غير بالتصريح بالشرف، وهذا التصريح بالشرف يعني يعتمدوا ما يكونش مصادق عليه. هذا كيخلق واحد المبدأ ديال الثقة بين الإدارة وبين الصانع والصناعة التقليديين وبين التعاونيات وكذلك المقاولة الصناعة التقليدية. إذا هذا كنسهل العملية ديال الولوج أنه المنصة الإلكترونية ديال التسجيل الوطني للصناعة التقليدية. هذا الإجراء الأول. الإجراء الثاني هو أنه كان عقد واحد مجموعة ديال اللقاءات تحتية مع الجمعيات والفاعلين في القطاع بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية مع الفدراليات مقاولة الصناعة التقليدية. هذه اللقاءات التحتية وكان كيحضروا فيها كذلك المديرين الجهويين بالجهة ديال صندوق الضمان الاجتماعي من أجل توضيح العملية ديال الانخراط ديالهم، وبأنه راه العملية إجبارية والعملية فيها واحد الخير كبير للصانعات والصناعة التقليديين اللي كانت تعتبر هذا مطلب منذ استقلال، والحمد لله الآن خرج للوجود بإرادة ملكية بإرادة حكومية كذلك، والحمد لله احنا في يعني في المواقع ديالنا على مستوى الترابي نسهلوا هذه العملية هذه. بالإضافة أنه هاد الإخوان ديالنا ديال الصانعات والصناعة التقليديين من هذا المنبر أننا كندعيهم لأن فيه الخير لهم. علاش؟ لأنه كيستافدوا من نفس العلاجات اللي كيستفيد منها جميع المنخرطين ديال صندوق الضمان الاجتماعي. كذلك كان تبسيط المصادر ديال التسجيل ديالهم في صندوق الضمان الاجتماعي، بحيث انه كان واحد المجموعه ديال الاتفاقيات مع الابناك من اجل تسهيل العمليه وتكون مجانيه حتى في مراكز القرب اللي كتمد التسجيلات، انه تكون مجانيه والصانع التقليدي. بالاضافه اننا احنا على مستوى الجهه الدار البيضاء سطات كان واحد الاجتهاد اننا حطينا جميع البنيه التابعه لهذا القطاع بما فيها مراكز التكوين والصناعه التقليديه، بما فيها دور صانعة، بما فيها واحد مجموعة ديال البنية التحتية اللي حطينا فيها مراكز ثابتة من أجل تسجيل هذه الصناعة. يعني هذه كتعتبر واحد المسألة ديال القرب، يعني قربنا عند الناس باش على أساس أنه يكون ذاك العناء ديال أنه يجي حتى للمديرية. هو الهدف الكبير أن الصانع التقليدي يدخل المنصة الإلكترونية عن بعد وياخذ الشهادة ديالو عن بعد. مثلا كيتواجد مثلا في إقليم ديونا، ممكن يبقى في الإقليم ديال ديونا وياخذ الشهادة ديالو وتحمل ليه وياخذها في الهاتف ديالو ويمشي يسجل أقرب يا وكالة ديال صندوق الضمان الاجتماعي. هادو كله محتيلات، لأن علاش؟ لأن القانون 15/17 أشنو اللي جاي فيه؟ جاي فيه أن الصناعة إن شاء الله بالإضافة أنه التغطية، راه ما كاينش أي تغطية، لأن التغطية أولا هذا العام غتكون عند التغطية ديالو ديال وليداتو ديال الزوجة ديالو إلا ما كانتش هي ناشطة، 2023 غتكون عنده المسألة ديال التعويضات العائلية، 2024 غتكون عنده التقاعد ديالو. إذا هاد الخير هذا بالإضافة أنه دابا القانون راه كيحسن في العمليه ديال صفه الصانع التقليدي. اللي ما عندوش الشهاده ديال التسجيل الوطني كيتعتبر انه هو صانع، ولكن قانونيا لا، ليس بصانع تقليدي. اذا خصو الاخوان كنحثهم من هذا المنبر الاعلامي الجيد انهم يمشيو ينخرطوا
وياخذوا الصفه ديالهم، لان جميع البرامج دابا ديال الوزاره بالاضافه للترفيه كاين برامج ديال الدعم، برامج ديال المشاركه في المعارض، برامج ديال الاستفاده من بعد المحلات ديال البنيه التحتيه، دابا ولا مستوجب على ان الصانع صانع التقليدي انه يكون مسجل في قطاع، يعني خصو يكون كينتمي للقطاع ديال الصناعه التقليديه. يعني كيفاش كتتم عمليه التسجيل؟ وشنو هما المبالغ اللي كتتم يعني استخلاصها باش الناس تستافد من هذه العمليه هذه؟ طبيعه الحال انه لان خصنا نطرقوا بالعمليه ديال التسجيل الوطني للصناعه التقليديه، هي مجانيه يعني بصفه مجانيه، كنطلبوا منه عيد تفريح بالشرف زائد بطاقه الوطنيه وصوره. كنسجلوا كنعطيو الشهاده بانه كيحمل واحد الرقم حرفي، هذاك الرقم الحرفي اللي هو بحال الرقم اللي غادي يوقف طول الحياه ديالو، يعني هاد المساله كيمشي مباشره للصندوق التمويل الاجتماعي، كاين وثائق اخرى اللي كتطلب منه، ربما انه المدير الجوي ديال الصندوق التمويل الاجتماعي غيكونوا احسن مني تفسيرا في العمليه، لانه انا كنهضر على التسجيل الوطني كتنتهي المهمه ديالي كيمشي هو عند الصندوق التمويل الاجتماعي كيستقطوا المبالغ ديال المشاركه اللي كانت هي 135.14، دابا بحكم انه السميك انه طلعت زادت واحد جوج دراهم ولا 141، كنطلب منكم انه تاكدوا من المبلغ شهري، لانه صندوق التمويل الاجتماعي هو اللي كيتم استخلاص، حنا على مستوى المديريه التجاريه الصناعه التقليديه لا نستخلص شيئا، بل نسجل مجانا الصانع التقليدي، حنا كنتاكدوا عين من انه صانع تقليدي وينتمي للقطاع، ومباشره هو كيكمل العمليه، ولكن كنواكبوه حتى على مستوى الصندوق التمويل الاجتماعي بحكم اننا كنديروا لجان جهويه ديال حل المشاكل، وشكون اللي استعفى عليه التسجيل، وشكون اللي استعفى عليه، يعني كاين مشكل مثلا ديال الاكتظاظ، المشكل ديال هذا كنحاولوا نحلوه في المراكز ديالنا وحتى على مستوى البنيه التحتيه ديال. اذا هذا اللي كندعي هو الاخوان ديالنا الصناع التقليديين، راه لي دروا ما كيتحلوا يعني القانون باش تستافد من صندوق التمويل الاجتماعي ومن جميع سلال العلاجات كامله، انه خاصك ولا بد يكون اداء الشهري ديال التعاضد اللي هو مبدا اساسي باش اننا نضمنوا الصحه ديالنا وديال جميع الصناع على مستوى التراب الوطني لهذه المملكه الشريفه. سيد شكيب شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك استاذتي، شكرا. الله يطول عمرك. كان معنا السيد شكيب العبدلاوي المدير الجهوي للصناعه التقليديه بجهه الدار البيضاء 16. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اخي الصانع، صحتك أغلى ما عندك، لذا سجل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وانخرط في لامو باش تحمي راسك وعائلتك.